نعم. فإذا ما هي الدعوات المستجابات؟ واحد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم. إذا واحد دعوة المظلوم، إياك أن تظلم أحدهم، وما تصير توجد لنفسك مبررات تقول أنا مش ظالم. إياك أن تجد لنفسك مبررات تقول أنا مش ظالم وهو يدعو عليك، سترى أثر هذا الدعاء ولو بعد حين. ظالم، لذا إذا في شيء مشكل نم مظلوما ولا تنم ظالما، شيء مخيف أن تظلم. طيب هذا واحد.